صباح الخير، كيفكم يا رابع؟ نرجع نحكي يا مس. اكيد انتم مبسوطين بالعطلة. مس، بدنا نكمل درسنا اللي بلشنا فيه المرة الماضية. احنا وقفنا هون المرة الماضية لانه بلشنا بكتاب الانشطة. مس، المرة الماضية حكينا عن تكاثر الحيوانات ودورات حياتها، وحكينا انه في حيوانات وهي بيبي بتشبه الام والاب، وفي حيوانات عنا وهي بيبي ما بتشبه ابدا امها وابوها، لكن بدورة حياتها ونموها بتبلش تشبه امها وابوها لما تبلش تكبر. في عنا شوفوا مثل لسه وهي بيبي بتكون كتير تشبه امها وهي كبيرة، بس انه بتكون بيبي. عنا الضفدع لا ما بيشبه، لكن دورة حياته ونموه النمو ببلش بنمو ليصبح شبه يعني والده. تمام، المرة الماضية وقفنا هون، تعال نتفرج على الصورة هاي نتأملها مع بعض. ما التغيرات التي حدثت لصغير الطائر في أثناء نموه؟ مس، أول إشي الطيور تتكاثر بالبيض، يغطي جسمها الريش. تمام، تتكاثر بالبيض ويغطي جسمها الريش، لكن لما الطير يقوم بوضع بيوضه لما تفقس البيضة بتكون ما على البيبي شعر، يعني على هو بيسمى الزغلول. صغير الطائر يسمى زغلول، مثلا صغير الحمامة. تعال نحكي عن الحمامة. تمام، صغيرها يسمى زغلول. أول ما يعني تفقس البيضة بيكون هيك كتير صغير، كتلة من اللحم ما بيغطي جسمه، لا الريش، ولا بيقدر يطير ولا بيقدر يتحرك. بيعتمد على غذائه من أمه، يعني يحتاج صغيرها إلى رعاية كي ينمو ويكبر. هي بتقوم برعايته كي ينمو ويكبر، يعني الأب أو الاثنين سوا، يعني الأب والأم هم بيوفروا الغذاء والمأوى للطيور. تمام، شوف كيف بتوفر الغذاء، بتوفر الرعاية، بتوفر الدفء والحماية لصغارها. شوفوا هون مس كيف الأم بتطعمي صغارها، لأنهم ما بيقدروا يعتمدوا على حالهم إلا لا يكبروا ويصير عليهم ريش ويقدروا يطيروا. الطيور مس تبني أعشاشا يعني تبني عشها، وبتقوم بوضع البيض وبتقعد عليه ترقد على بيوضها حتى تفقس، وتعتني بصغارها حتى تصبح قادرة على الاعتماد بنفسها. أما الزواحف كيف تقوم بوضع بيوضها؟ على أرض جافة وتدفنها بالرمال. شوفوا صغار السلاحفة. مس السلحفة بتقوم بوضع البيض داخل التراب وتدفن بيضها ليفقس البيض لحاله، بيطلع عنا صغار السلحفة. تعالوا هون نشوف مع بعض صفحة 42، طرق تكاثر الحيوانات ودورات حياتها. عندنا مش حيوانات كيف تتكاثر؟ عندنا بعض الحيوانات حكينا مثل العصفور أو الحمامة تتكاثر بالبيض، السلاحف تتكاثر بالبيض، حكينا عن البسة هذيك المرة كيف تتكاثر بالولادة، يعني مثل منها يتكاثر بالولادة ومنها يتكاثر بالبيض. تمام، هاي هون حطينا بكتاب مثال مثل الماعز. الطيور تتكاثر مثل الدجاج بالبيض. تتغير الحيوانات في أثناء نموها، تسمى التغيرات التي تحدث دورة حياة الحيوان. يعني دورة حياة الحيوان هي التغيرات التي تحدث أثناء النمو، هي التغيرات التي تحدث أثناء النمو. تسمى هذه التغيرات التي تحدث للحيوان مع تقدمه في العمر اسمها دورة حياة الحيوان. نطلع هون عنا الماعز، دورة حياة الماعز بيكون حديث الولادة. شوفوا ما أحلاه، ويبلش يكبر الماعز الصغير حتى يصبح ماعز بالغ مكتمل النمو. تعالوا نشوف ايش عنا كمان صغار، مين حاطينه هون؟ مين برأيكم؟ الدجاجة. تمام، الدجاج الحيوان بيكون صغير وينمو، عندما يكتمل نموه يتكاثر ثم يهرم ويموت. يعني بيكون أول إشي تعالوا نشوف دورة حياة الدجاج. بالأول البيضة، تمام شايفينها، بعدين داخل البيضة بتكون جنين. سبحان الله يا مست، بصير جنين داخل البيضة، هذه البيضة بتفقس بتطلع عنا الصوص شايفينه،
بعدين بتصير عندنا دجاجة بالغة وتستمر الدجاجة ترد تطلع بيضة، هاي دورة حياة الدجاج. بس الحيوانات تنمو وتكبر، بتكون صغيرة وتنمو وتكبر وتصبح بالغة، لكن ثم تهرم وتموت. إلها يعني إلها وقت بنتهي عمرها فيه، تمام؟ بتحلل جسمها ويصبح جزءا من التربة، وما يضيف مواد غذائية إلى التربة. تحتاج إليه كائنات حية أخرى لتعيش وتنمو. يعني مثل لنفرض إنه دجاجة ماتت لحالها أو أي حيوان مات لحاله، تمام؟ هذا الحيوان بس يموت مس بتحلل عن طريق حيوانات بدائية اسمها المحللات، بكتيريا هي مش محللات، بتساعد على تحليل الكائنات الحية. هذا مش موجود بالكتاب بس انتوا عرفوا، بتساعد على تحليل الكائنات الحية. تحليلها بيساعد على انه خصوبة التربة، مثلا بيزيد خصوبة التربة، بيحمي البيئة من التلوث، وفي حيوانات اخرى بتتغذى عليه، تمام؟ هيك احنا بنخلص درسنا يا مس، والمرة الجاية بنحل الأسئلة مع بعض، بتكونوا حالينها أسئلة الدرس وأسئلة الوحدة. يعني بكرة إذا عنا حصة إن شاء الله بكرة بنحل أسئلة الدرس وبنحل أسئلة الوحدة، اتفقنا يا مس؟ بشوفكم على خير يا رابع، I miss you، الكم كلكم كلكم، تمام؟ يلا باي باي.